بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. ان شاء الله في التوتوريال دوت هنتكلم عن ايميل لاي اوت. دلوقتي اللارافيل بقت بتمدك بلاي اوت تقدر انك تشتغل بيه اسرع طبعا، لان انت اللاي اوت دوت تقدر انك تعدل عليه، تحط الحاجه اللي انت عايزها وهكذا، فبالتالي الموضوع بقى اسرع بالنسبه لك. عشان خاطر نعمل حاجه زي كده خلينا نفهم هو اتكريت ازاي اللاي اوت دوت. لو انا جيت دلوقتي وقمت قلت مثلا خليها كريت كلاس هنا، وبعد كده هقول له مثلا يوزر، وبعد كده هاجي هنا وهقول له ريتيرن نيو لليوزر دوت. وتعالى دلوقتي نعمل كده، نعمل سيف. وبعد كده تعالى نروح على الفيتشرز، بعد كده اقول له بي اتش بي ارتس اند سيرف، وتعالى نفتح اللينك. هتلاقي دلوقتي انه بيقول لك ايه الريسبونس دوت لازم يبقى سترينج. فدلوقتي لو تاخد بالك احنا قلنا قبل كده ان انت عندك السيمفوني لما بيكون فيه كذا ايرور بتبتدي انها تطلع لك الايرورز في الحتت الثانيه، فبالتالي دوت الايرور ظهر لي في الريسبونس. فتعالى نروح نشوف الريسبونس دوت ايه بالظبط. فهاجي هنا دلوقتي وادور على الريسبونس دوت بي اتش بي اللي موجود في اللارافيل اللي هو دوت هنا اهو دوت السيت للكونتنت بتاعنا احنا اللي احنا بنشتغل بيه. فبنسال دلوقتي الداتا ديت هل هي جيسون ولا لا؟ لو هي جيسون هنبتدي ان احنا نشتغل بيها ونحطها بالمنظر ده. طب لو نفترض دلوقتي ان الداتا ديت عباره عن اوبجكت، يبقى لازم ان احنا نخليها تكون انستنس اوف الريندرابل. فعشان خاطر كده لازم ان احنا نشوف الكلاس اللي هو الريندر دوت. لما نشوف دلوقتي هيقول لك ايه ان الكونتنت لو بيعمل امبلمنت للريندر يبقى خلاص نقدر ان احنا نشتغل بيه. طيب ولو ما طلعش كده يبقى هتلاقي دلوقتي ان انت بتطلع لك الايرور اللي هو بيطلع لنا دوت، وهتلاقي ان احنا عندنا بيطلع اللي هو التو سترينج اكسبشنز. فتعال نشوف دلوقتي اللي هو الريندربل. طيب هتلاقي ان هو عباره عن ايه، سوري ريندربل اللي هو دوت، هتلاقي ان هو عباره عن ايه، عباره عن انترفيس. فطالما هو عباره عن انترفيس يبقى دوت معناها ان انا عشان خاطر اشتغل بالكلاس بتاعي اللي انا عامله دوت لازم اعمل ايه، لازم اعمل امبلمنت لل الريندربل. طيب بعد كده طبعا دلوقتي هيطلع لي ايرور ان هناك في الفانكشن اللي هي ريندر ديت، فلازم ان انا استدعيها هنا. فاقول دلوقتي public function render، وبعد كده هنقول له هنا مثلا هنقول له ايكو مثلا hello world. طيب وتعالى بقى دلوقتي كده نجرب تاني، هتلاقي بقول لك ايه hello world. ديت الفكره دلوقتي من الحاجه اللي احنا هنشتغل بيها في الايميل. فعشان خاطر نشتغل بالايميل عندنا لازم ان احنا كنا نعدي على الحاجه بتاعت الريندر دوت، لان اللاي اوت احنا محتاجين احنا نعمله ريندر، بس الريندر دوت او الكلاس اللي هو الايميل اللي انت هتشتغل بيه دوت لازم يعمل امبلمنت للريندر دوت. فبالتالي ديت الفكره، انت كان عندك الكلاس بتاع الايميل ولكن هو ما بيعملش امبلمنت، دلوقتي بقى بيعمل امبلمنت للريندر فنقدر ان احنا نشتغل بيه عادي. فدلوقتي احنا هنعمل ايه، خلينا نفتح هنا اهو ونقول له دلوقتي بي اتش بي ارتسن، وبعد كده نقول له ميك ميل، وبعد كده هيلب. تعال نشوف هيقول لنا ايه بالظبط. طيب الاوبشنز والنيم بتاعنا، فانا دلوقتي هقول له بي اتش بي ارتسن، وبعد كده ميك الميل، والاوبشن بتاعنا خلينا نقول ان المارك داون بيساوي مثلا نقول ويلكم دوت ايميل، او سوري ايميل دوت ويلكم، عشان يكريت لنا الفولدر. بعد كده نحط جواه الفيوز اللي بتاعت الويلكم ديت، وبعد كده هنقول ان هو ان اسم الايميل دوت عباره عن ايه، عباره عن ويلكم. طيب دلوقتي هتلاقي ان هو فعلا اتكريت، وهتلاقي دوت ان هو ايميل دوت ويلكم، هتلاقي فعلا ان انا دلوقتي عندي ان هو ايميل دوت ويلكم، ودوت الحاجه اللي موجوده عندي. ولو جيت ابص هنا هتلاقي برده ان انا عندي الايميل ويلكم دوت بي اتش بي هو دوت، ولو جيت ابص دلوقتي على الويلكم دوت هتلاقي انه بيعمل ايه اكستند لي الميلابل، وهتلاقي ان هو بيعمل بيلد على الايميل دوت ويلكم اللي هو دوت. طيب هتلاقي ان الويلكم بيعمل ايه، بيعمل اكستند للميلابل. تعالى دلوقتي نروح على الميلابل دوت، وهتلاقي ان هو بيعمل ايه دلوقتي، بيعمل امبلمنت للرندر. فبالتالي نقدر ان احنا نشتغل باللاي اوت بشكل اسرع، وعندنا الرندر بشكل جاهز، ودلوقتي عندنا اللاي اوت دوت نقدر ان احنا نعدي عليه. فخلينا مثلا نيجي اهو نرجع على الريتيرن سوري نرجع على الويب، وبعد كده نعمل ريتيرن هنا اهو اللي هو دوت، خلينا ناخد ده زي ما هو كده، وبعد كده نحطه هنا، وبعد كده نقول له دلوقتي ويلكم، وبعد كده هنقول له نيو. طيب وتعالى بقى دلوقتي كده نرجع هنا ونشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل هنا. لما نيجي نعمل ريفريش الاول بس نعمل بي اتش بي ارتس اند سيرف، وتعالى نعمل ريفريش هنا تاني، هتلاقي دلوقتي ايه دوت اللاي اوت اللي بيظهر عندي بالشكل ده، طبعا شكل كويس نقدر نعدل عليه. فبالتالي انا هروح هنا دلوقتي في السبلايم، وبعد كده نروح على دوت الكومبوننت والاند كومبوننت. الكلام دوت المفروض ان هو فيتشر اتضاف في لارافيل 5.4، فانا هفترض انك عارف الكلام دوت لان هو 5.4 احنا بنشتغل 5.5.
داتا الانترودكشن، فانا ممكن اشيل الكلام ده خالص واقول له مثلا ايه ايميل اكتيفيشن، ومثلا نقول له هنا اهو هلو مثلا، وتكتب مثلا الاسم بتاع اليوزر دوت. طبعا انت ممكن تكتب الكلام دوت من اللارافيل لما تجيب اسم اليوزر وتحط ان هو من خلال المتغيرات بتاعتك. وبعد كده نقول له ايه هير از يور اكتيفيشن كود، نكتب مثلا اي حاجه، وبعد كده يكتب الكلام دوت. نقول له مثلا ايه بليز انتر ذس وانس يو لوج ان تو اور ويب سايت. طيب وبعد كده البوتن تكست هتقول له مثلا ايه مارك اس سين مثلا، وطبعا تكتب هنا ثانكس. بعد كده ممكن نشيل دوت خالص ونقول له ايه ونقول له محمد مثلا. وبعد كده نقول له هنا اهو نكتب مثلا اي حاجه مثلا ونقول له مثلا هنا اهو ادمن ات تك ثيتر مثلا. وتعالى دلوقتي نرجع هنا اهو ونعمل ريفرش، هتلاقي دلوقتي دوت المنظر بتاعنا، دوت الايميل اكتيفيشن، ودوت انك تعملها مارك اس سين. طيب ديت الفكره بشكل سريع. طبعا بيكون في ار ال هنا انت المفروض انك تكتبه، بس انت عشان خاطر مش كاتب لي ار ال، لو بصيت تحت دلوقتي هتلاقي ان هو بيقول لك ايه ان انت هترجع على نفس الصفحه تاني، فديت الفكره. فانا كان المفروض ان انا احط ار ال هنا، دوت طبعا الشغل بتاعك لما كانت ايميل، بس دلوقتي انت بقى عندك لاي اوت تقدر تشتغل بيه وبشكل اسرع من الشغل الطبيعي. طيب هنا يكون انتهى التوتوريال دوت، ان شاء الله اشوفكم في التوتوريال الجاي. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.